لحظة، هون بدي أكمل الجزء الثاني لقصة النبيل المتوحش. مات الملك هنري ومرته كاثرين دي ميتشي مسكت الحكم وقررت قرار غريب بخصوص بيترز. طلبت أنه يتزوج واحدة من خادمات القصر، والسبب بدهم ينتجوا عدد أكبر من الوحوش، فهيك بدل ما عندهم واحد يسليهم بيعملوا كذا نسخة عشان يتسلوا أكثر. بعد ما دوروا على واحدة مناسبة لقوا واحدة جميلة جدا وكمان أخلاقها عالية وكمان اسمها كاثرين. طبعا وافقت لأنه أمر ملكي وهي بس بتنفذ الأوامر بدون ما تعرف هي مين بدها تتزوج بالأساس. صار الزفاف والتقت كاثرين بالنبي المتوحش وكانت الصدمة، هي ما فهمت شو اللي قاعد يصير ولا شو لازم تسوي، لكن بالآخر لازم تلتزم بالأوامر وتتزوجه. بيترز حس بالوضع وشاف إنه مخربط ومكهرب، فتركها بسلام وطلع. بعد فترة اتعودت عليه وحبت وخلفت منه 7 أولاد، 4 منهم كانت عندهم نفس حالة أبوهم، وعلى فكرة زواجهم كمل 40 سنة. الملكة كانت في قمة سعادتها عشان خطتها نجحت وصار عندها وحوش صغيرة، فبعتت العيلة كلها في جولات في أوروبا عشان ينفحصوا ويتأكدوا إنهم بشر. وآخر المطاف دوقية بارما بإيطاليا تملكوا عائلة بيترز، وزعوا أطفالهم كهدايا على النبلاء. الأولاد تشردوا والنظرة لإلهم كانت مثل النظرة لأبوهم، مش بشر لكنهم وحوش أليفة.